وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا. بعد التحية دكتور، ونبارك لك أو نبارك لمملكة البحرين هذا الإنجاز. طبعا هذا التنصيب دكتور رائد بن محمد بن شمس هو بالتأكيد حصاد سنين من الإنجازات البحثية الدولية، فحدثنا عن ذلك. مرحبا أختي، بفضل من رب العالمين أن وصلنا اليوم لهذا المستوى في البحرين بعد عمل سنين بحثية، وليس فقط في العمل البحثي وإنما حتى في العمل الإداري المباشر. نعم. لأن هذه المنظمة هي أكبر منظمة ليست فقط في البحث العلمي، إنما هي أكبر منظمة في العمل الإداري، العمل الحكومي بشكل عام، ولنا منصب حتى في يعني منصب دائم في الأمم المتحدة. بدأت العملية من 2010 لما كنا نفكر في المعهد وين وقعنا من الإعراب، ليس فقط عن الناحية البحثية وإنما حتى من الناحية الفكرية في عمل الإدارة العامة. ف 2010 بدينا العمل المتشبيك على المستوى الدولي، وبدينا خطواتنا وجدنا أكبر مؤتمر دولي في البحرين، وقلنا طيب ما هو دورنا إحنا في هذه المؤتمر؟ هل إحنا فقط معرض وإلا أن بالفعل يكون عندنا دور؟ والحمد لله رب العالمين في هذا المؤتمر كان عندنا أكثر من 41 ورقة عمل مهنية صدرت من الممارسين في العمل الحكومي، من المسؤولين في الحكومة. نعم. بالإضافة إلى الأوراق البحثية الثانية، وهكذا مرينا في إنشاء شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة، اللي اليوم تأسست كمؤسسة دولية غير حكومية، كمنظمة دولية غير حكومية، مقرها في مسجلة في بلجيكا والسكرتارية الدائمة في البحرين. كل هذه الخطوات خلال هذه السنوات عطت البحرين موقعها الحقيقي من الإعراب في على المستوى الدولي، وهذه ما صار إلا بتوجيهات القيادة حقيقة، لأن نكون في الصدارة دائما في طبيعة عملنا، في طريقة توجهنا، في كيف ممكن ننقل ثقافتنا إلى العالم. نعم دكتور. العالم إنه موجود عندنا. نعم. موجود. نعم. عندنا خير كما في العالم موجود خير. نعم دكتور، طبعا ما هي أهم اليوم المسؤوليات والمهام الدولية التي سوف تتحملها مملكة البحرين بعد هذا التنصيب؟ أحد أهم الأمور هو تحديد أجندة العمل الحكومي في العالم. اليوم أنا الآن موجود في مؤتمر للأمم المتحدة في باكو في أذربيجان لمناقشة أجندة البحث العلمي وكيف ممكن نحقق الأهداف الاستراتيجية والأهداف التنمية المستدامة كما تسمى SDGs. بالإضافة إن كان عندي مشاركة في بداية السنة في مجموعة لصناعة أجندة G20 اللي هو مجموعة الـ20. نعم. في السعودية، اللي راح تكون في السعودية في نهاية هذه السنة. فمهمة كبيرة جدا هو موقعنا من الإعراب الآن في العالم، ليس فقط منطقتنا وليس إنما العالم كله، كيف ممكن يكون يحدد أجندته للمستويات الحكومية والبحثية التي تدعم العمل الحكومي وتخدم المواطن في نهاية الأمر بشكل مباشر. نعم، سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا، شكرا جزيلا لك.